خلينا بقى ننتقل لحاجة تانية علشان بصراحة هيبقى فيها كلام كتير جدا. عايزين نبدأ كده ونقول كده، لأن في حاجة لفتت النظر، وأعتقد لفتت نظر مش نظري أنا بس، ناس كتير جدا الأسبوع اللي فات، وحجم الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام، سواء بتتكلم بقى على المرئية، على المسموع، على السوشيال ميديا، كل ده عن فكرة هنا التنقلات والماركات والكلام تحديدا يا كريم اللي كان يعني مش عارفة ليه هو بس عن الأهلي، يعني لعيبة الأهلي. طب وبعدين يا جماعة، هو مفيش لعيبة في مصر غير الأهلي؟ ما هو برضه ده سؤال عايزين نفهمه. يعني موسم الانتقالات الصيفية كله بيتكلم، كل الناس بس شغلة دماغها وشغلة نفسها بيه قصة هنا لعيبة الأهلي. يعني أعتقد كان عليه برضه علامة استفهام شوية، يقول لك فلان مش عارفة رايح إعارة، فلان لا هيتباع بيع نهائي، فلان داخل في صفقة تبادلية. طيب يعني في حاجة مش مفهومة. وشفت كمان موقع باي ذا واي، افتكرت الاهلي بيقول، يعني العنوان بتاعه كان بيتكلم ثورة تعاقدات جديدة، وحد تاني خالص يقول لك ان بناء جيل جديد في الاهلي. يعني ده احنا جيلنا زي الفل، ده احنا جيلنا زي الفل. لا لا بجد، يعني لو انت مسكت التوبيك ده وقعدت تشوف يعني بيتكتب عنه ايه في كل بقى السوشيال ميديا او يعني المواقع، هتحس ان في حاجه غريبه جدا. على فكره بس خلينا كده نرجع نتكلم عن نفسنا شويه، او نفكر بعض الناس. يعني نتكلم ان الجيل الحالي للاهلي بس هو بطل افريقيا مرتين، مش مره واحده، ورا بعض. الجيل الحالي هو بطل الدوري الموسم اللي فات، ولسه برضو لو هنتكلم الموسم ده ما انتهاش يعني رسميا، وحتى هنقول لو ما فيش نصيب كمان الجيل ده هو بطل كاس مصر، هو بطل السوبر الافريقي، ثالث العالم للانديه. يعني جيل اعتقد كسب نوادي كمان كبيره جدا اخيره بالميراس، لما اتكلمنا عن المركز الثالث في المونديال. يعني خلي فيه شويه منطق حتى واحنا بنتكلم، عندناش مشكله بس لازم يكون فيه شويه منطق. وحاجه كمان اضافيه، بشوف بعض المواقع بتحط ايه بقى، صور مثلا لبعض الاشخاص، منهم احنا على فكره، تلاقي صورتك محطوطه وستيتمنت وانت ما قلتش اصلا حاجه زي كده. اه والله العظيم لسه شايفه حاجه كده عني، صوره وبعدين ايه، نهاوند سري، كريم مش عارفه مين، فلان الفلاني، ويقول لك ستيتمنت انت اصلا ما قلتهاش. طب لو انت حضرتك عايز يعني تمسك اي حاجه، حط فيديو، يعني لو في حاجه فعلا اتقالت حط لنا الفيديو ده لو موجود. يعني فحاجه يعني فيري تشيب زي ما بيتقال، وما لهاش اي معنى بصراحه. فخلينا حتى نبقى اذكياء في طريقه طرحنا او محاوله نقدنا للاخر. يعني ف ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان اللي بيحصل ده مضحك جدا قوي خالص. يعني لو الكلام ده فعلا بيحصل بالشكل ده، ده عدوا مرحله السطحيه. موجود يا بيه، كل حاجه موجوده. على كل الاحوال برضو استكمالا يعني لكلامك عن الميركاتو الصيفي، يعني الكلام ده بيحصل وهذه العاصفه مثاره في الوقت اللي النادي الاهلي اعلن فيه قائمته الافريقيه بالفعل، وطبعا واضح جدا ان التغييرات فيها محدوده الى حد كبير، يعني مش بالدرجه اللي البعض مصورها. فاحنا عايزين نقول يعني يا جماعه الخير، اداره النادي الاهلي طول عمرها، دي يعني مش حاجه جديده، طول عمرها مش بتتعامل بمبدا القطعه، وطبعا ده شيء واضح جدا خصوصا لما يكون يعني مجلس اداره نادي كبير حقق في الوقت الحالي عدد كبير جدا من البطولات، وصل لمكانه دوليه عظيمه. فعايزين نقول كلمه اخيره يعني لكل مشجع اهلاوي، اي خبر خاص بميركاتو النادي الاهلي يعني ما تاخدوش مثلا من ايه جوده صاحبك وانتوا قاعدين مع بعض على القهوه، خدوا لا من مجلس الاداره او من الموقع الرسمي بس. غير كده تقدر تقول ان اي كلام بيتقال هو مش اكتر من اشاعات مغرضه، وغالبا ما بيكون الغرض من وراها هو تشتيت تركيز اللاعبين والضغط نفسيا عليهم. الاهلي زي ما كلنا عارفين نادي كبير، طول عمره نادي كبير وطول عمره بيتعامل بمنتهى الاحترام، اي لاعب هيمشي هيتقال وبشكل واضح وقبلها فتره كبيره عشان يكون متاح ليه وقت، يعني لو هو عايز يروح اي مكان تاني. فاللي حابين نقوله يعني باختصار كده رفقا باللاعبين اللي يعني فرحتنا في اقل من 8 شهور بدوري وكاس واثنين افريقيا وسوبر افريقي وبرونزيه مونديال، يعني واحده واحده يا اخوانا.